لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. حقيقي تنصح اي حد عايز يخش مجال السوشيال ميديا وعايز يمثل وعايز يظهر مهارته تنصحه ايه؟ انصحه ان هو يعني في بلاتفورمز كتير فعلا بتساعد ان انت تبدا دلوقتي، فخد الخطوه. بس قبل ما تاخد الخطوه تكون متارجت الحاجه اللي انت فعلا عايز توصلها. يعني انت عايز تبدا عشان توصل رساله معينه او تبدا بحاجه ايجابيه او ليك هدف معين، ماشي. لكن انت عايز تبدا لمجرد ان انت تبقى مشهور حتى لو هتهبد اي هبد، ارجوك ما تعملش كده. مش احنا تعبنا. انا بيقابلني ناس بجد، بيقابلني ناس بيقول لي بص صورها ونزل الصوره واعمل لي منشن وقول لي ان ده هيبقى مشهور. طب اقول له طب انت ناوي تقدم ايه؟ بيقول لي بص انا لما تشير هشوف. طب ازاي يا ابني؟ طب قول لي عايز تعمل ايه؟ دي اول نصيحه فعلا زي ما قال لك كده. لو انت ما عندكش موهبه ما تجيش، دي حاجه. الحاجه الثانيه ابدا، يعني حرفيا لو عندك موهبه فعلا خد الخطوه وما تكسلش، عشان في ناس كتير بتكسل. تاني حاجة بقى، تاني حاجة بقى، لو انت عندك موهبة، لو انت عندك موهبة تركز عليها، مش اي حاجة تشوفها تبتدي تقلدها. يعني مثلا انت مش بتعمل جيمنج وشفت واحد تاني بيعمل مثلا بيتكلم في الكورة فجايب ارقام اعلى، فتقوم رايح ومسايب الجيمنج وتتكلم في الكورة، لان الحاجة اللي انت بتحبها وهي اللي انت شاطر فيها هي دي اللي هتخليك ناجح بعد كده. الكورة بقى ايه رايك في اللي حصل في المنتخب؟ سيبك من اللي حصل في المنتخب، شفت انت الحكم اللي صفر في الدقيقة 85 تونس ومالي؟ ده حاجة تانية. انا عايز اقول لك حاجة بس بمناسبة الكورة بعد اذنك، لحظة واحدة. محمد صلاح ساب المنتخب عشان ما لقاش شغل في المنتخب، فقرر ان هو يشتغل حاجه تانية. معلش يا ابو صلاح، احنا اسفين جدا يا ابو صلاح. والله المدرب هو اللي عمل الكلام ده، مش احنا. المدرب غلطان، هو غلطان والله، حطك في مكان غلط والله. هو حاطتني في مكان ان انا راس حربه وانا اساسا باك شمال، صح؟ هو مش هينفع. احنا خسرنا، بس احنا خسرنا، بس انت ما تفقدش الامل بسرعه. لا انا مش هفقد الامل ان شاء الله، الامل في ربنا ان شاء الله، وهنكسب الماتش الجاي والماتش اللي بعده في ثواني. ما تسميش البطوله الجايه، البطوله الجايه، البطوله دي ان شاء الله احنا هنصعد. خلاص بقى معلش، البطوله الجايه، البطوله الجايه ان شاء الله احنا هنصعد، وانا بوعد الجماهير كلها بتاعه الكره المصريه ان احنا هنصعد قبل النهائي. يعني هتغير وهتنزل تلعب كره تاني؟ هتغير لبسك وتنزل؟ احنا هناكل كوسه حلوه بقى، هناكل كوسه كبيره حلوه بقى. ليفربول قال لك ايه بعد اللي حصل في المنتخب ده؟ بعد اللي حصل في المنتخب ده ما كلمتش حد من النادي بتاعي بصراحه. معلش يا مو والله، احنا بلد كده. بص ما حدش بيشتغل بشهادته في البلد دي. حبيبي يا مو، حبيبي نورتنا يا مو. خلاص هو طار على ليفربول.